المقاومة المشتركة تسيطر على البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة وتنتظر ساعة الصفر لتطهيرها. الميليشيات تواصل قصف المدنيين وتقتل 3 في التحيتة وشهيدان بانفجار لغم في يختل بالحديدة. القوات الحكومية تعثر على مخزن صواريخ في باق بصعدة وتشن هجوما على مواقع الميليشيات في صرواح بمارب. 3:30 بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. لا تزال الميليشيات الحوثية الإرهابية التي عاثت فسادا في البلاد وأحرقت الأخضر واليابس وارتكبت بحق المدنيين أبشع الجرائم، لا تزال تتكبد خسائر فادحة على أيدي أبطال المقاومة المشتركة الذين عقدوا العزم على تخليص البلاد والعباد من شرورها واستعادة الدولة. على أهبة الاستعداد ترابط قوات المقاومة المشتركة في مدينة الحديدة من الجوانب الشرقية والجنوبية والغربية وتواصل استنزاف ميليشيات الحوثي الإرهابية على امتداد جبهة الساحل الغربي. على تخوم مدينة الحديدة يرابط أبطال قوات المقاومة المشتركة في انتظار ساعة الصفر لاستكمال تحرير ميناء الحديدة وكامل الساحل الغربي من جماعة الحوثي الإرهابية. ميليشيات الحوثي الإجرامية تعيش حالة هستيرية، ذلك أن دحرها بات وشيكا وباتت هزيمتها واقعا لا مفر منه، وتسابق الزمن من أجل النجاة من فك الكماشة التي وضعتها المقاومة المشتركة للميليشيات. الله أكبر. الخطة الاستراتيجية التي تتبعها قوات المقاومة بدعم التحالف العربي لتحرير مدينة الحديدة تمضي، ومن أبرز أهدافها الحفاظ على المدنيين، ولهذا تسير العمليات العسكرية بفترة زمنية أطول. وقد تمكنت قوات المقاومة من عزل عصابات الحوثي وقطع عدد كبير من خطوط إمدادها، وهو ما يعني أن قطع اتصال جماعة الموت الحوثية بالبحر بات قريب، وهو ما سيسهل العمليات العسكرية لمعركة الخلاص الوطني من ميليشيات الحوثي الإرهابية. وعلى امتداد الجبهة العريضة في الساحل الغربي الممتدة من حيث جنوبا وحتى الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة، يكبد أبطال المقاومة عصابات الحوثي خسائر فادحة في العدة والعتاد، حيث يتم صيدهم بعد رصد واستطلاع دقيق ليتم تعقبهم ومباقتتهم بضربات مسددة ليكون مصيرهم الهلاك. الهلاك نفسه هو ما قررته جماعة القدر والخيانة الحوثية لأتباعها، بل وللشعب أجمع. وللتغطية على خسائرها اليومية تتعمد الميليشيات إخفاء قتلاها من المغرر بهم والتعتيم على أهاليهم عن مصيرهم، والحقيقة أنهم هلكوا ونجا مؤقتا الحوثي. ومع ذلك فإن أبطال اليمن قد عقدوا العزم على تطهير اليمن من الحوثي وفكره الظلامي البغيض. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أحد قيادات المقاومة المشتركة عمار الحسني، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلعنا أولا على ما يدور في الحديدة. وضعنا كل قناة اليمن اليوم الوطنية المتميزة على تغطية المواقف والصراع المتعامل للأحداث في أركان الجمهورية والجماعات. وفي بداية الحديث اسمح لي أخي في بداية الأمر دعني أوجه الشكر الخاص لصاحب البطل العميد ضارب محمد عبد الله صالح الذي يوحد جميع ابناء الجمهوريه اليمنيه في قوات حراسه الجمهوريه لا استثناء من شماله وجنوبه. وقام ايضا حديثا باحياء ابناء كامه وفتح لهم معسكرات من اجل المشاركه في تحرير الحديده واليمن كافه، لان حق الحديده تعني ابناء كامه والحديده بالخصوص وابناء اليمن كافه. الشكر والله ونود التأكيد يا أخي
ان المقاومه الاسلاميه وجميع المكونات في ادويه المقاومه المشتركه على عهده الاستعداد لفعل الشغل لاقتحام مدينه الحديده وتطويرها من ميليشيات ايران الصعيديه الذي اصبح رسمنا شبه محاصره تماما من ثلاث اتجاهات ولا يوجد معنى سوى منفذ واحد من فرار او الموت وهو شمال الحديده. نعم. في حال حانت ساعة الصفر يعني كيف سيتم التعامل مع هذه الميليشيات خصوصا وهي يعني تعتلي أسطح المنازل والمباني الحكومية وتتمترس بالمدنيين، كيف سيتم التعامل معها لتجنيب المدنيين الخسائر؟ المدنيين إن شاء الله في نزوح في الأماكن الجديدة المدنية لا أدري ما في الدافع المستطاع الحاج تجنبها من المدفعية أو الطيران كذلك بينما الميليشيات الفرماسيين ممكن انهيار تام وكما اننا على علم دراية الانهيارات التي تعاني منها الميليشيات من مقتل وفرار وفرار بالاضافة على مقتل المئات من المجندية التي تزيد بها الميليشيات في المعارك المجندية اليومية. نعم. عمار الحسني القيادي في المقاومة المشتركة شكرا جزيلا لك. نعم. نعتذر عن رداءة الصوت. في جريمة جديدة قتلت الميليشيات الحوثية ثلاثة باستهداف سيارة إسعاف على طريق عام في مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة. وأكد مصدر طبي لوكالة الثاني من ديسمبر الإخبارية أن سيارة إسعاف كانت تقوم بتأدية مهامها قبل أن تقوم بقايا جيوب الميليشيات الحوثية باستهدافها، وأن ثلاثة أشخاص كانوا على متنها استشهدوا على الفور وهم مريض ومسعف والسائق. وتعد هذه الجريمة دليلا جديدا على إصرار الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا على ارتكاب انتهاكات تجرمها الديانات السماوية والقانون الدولي والإنساني. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية سبق وأن ارتكبت جرائم مماثلة في محافظتي تعز والبيضاء وسط صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، الأمر الذي يدفع عصابة الحوثي لاستمرار استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات ومخيمات النازحين والتي كان آخرها استهداف مخيم بوجابر في أطراف الخوخة. كذلك استشهد شقيقان بانفجار لغم أرضي من بقايا مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية أثناء عودتهم من عملهم في إحدى مزارع النخيل شرقي منطقة يقتل في الحديدة. مجيد وخميس حيدر شقيقان زهقت أرواحهما ألغام الميليشيات الحوثية بعد عودتهما من أحدى المزارع على متن دراجتهما النارية، فانفجر بهما لغم أرضي في أحدى الطرقات الفرعية بمنطقة يختل بمحافظة الحديدة. هناك اثنين أخوات خميس حيدر ومجيد حيدر خرجوهم على مرورهم من مزرعة إلى المخاف. هناك القاحق الحوثي صدمت الموتور حقهم صدموا وهم في بقى في الخط ترحبهم اللغ وبحياء الآن عند سبب ميليشيات الحوثي والجرامية هذه التي تزرع الخطف والإجرام والظلم. ألغام الموت التي زرعتها الميليشيات الحوثية لا تزال تهدد حياة السكان في مناطق عدة بالبلاد، خاصة تلك التي شهدت معارك وتم دحر العناصر الإرهابية منها من قبل المقاومة المشتركة والقوات الحكومية، وأصبحت عودة السكان إلى تلك المناطق صعبة للغاية. ألغام الميليشيات الحوثي ومشارك يقتل في المزارع، يعني في مزارع ماش بلا جبهات ولا في طرق المزارع طرق سياكي. مليون لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية في عموم اليمن والذي حولته إلى حقل ألغام، إلا أن الفرق الهندسية لا تزال تواصل جهودها الدؤوبة للحد من سقوط المزيد من الضحايا، واستطاعت نزع ما يقارب 300,000 لغمة. ألغام يزرعها الحوثيون في كافة المناطق التي يخسرونها مهما كانت طبيعة المنطقة حتى وإن كان يقطنها المدنيون، سياسة تهدف من خلالها ميليشيات الحوثي إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين في أبشع جريمة بحق الإنسانية، مما يظهر بجلاء مدى الحقد الدفين الذي تكنه ميليشيات الموت لأبناء الشعب اليمني. وفي سياق متصل، نجا أحد الأطفال في الساحل الغربي من الموت بسبب الميليشيات الحوثية مرتين، ليعيش ويروي قصة جرائم الميليشيات بحق المدنيين في الحديدة.
القليلون جدا من نجوا من الموت بأعجوبة وكتبت لهم الحياة من جديد. الطفل منذر الناجي من فم الموت مرتين يروي لنا مشهدا من مسلسل جرائم الميليشيات الحوثية التي تغتال الطفولة في المهد. دلنا هذه الساعة المرة ونزربة كانت حضر الجزائي سلدم. كم مرات أصبت؟ مرتين. فين وفين؟ مرة ظهري مرة راسي لا من ظهري راسي والمرة ثاني مرة برجلين. قضيفة هاول جنب المنزل جنب المنزل وأصاب الأطفال واحد من الأطفال من أي من جهة الحوثة من تبع الميناء كان الميناء هو موجود في كان متواجد في الميناء. أما كان كرسي خوف صراحة خوف من بيت نستطيع من نتحرك ولا كده إلا بإذن إنهم في البحر البحر واللهمة كله يعني ضروري ما شاء أن يستطيع كما الآن. بعد أن تم دحر الميليشيات الحوثية قبل عدة أشهر من قرية الكداح لجأت إلى قصفها. إحدى القذائف سقطت بالقرب من هذا الطفل رغم بعد قريته عن مكان المواجهات آنذاك، فتوفي طفل وأصيب 9 آخرين من ضمنهم منذر الذي كان أحد الناجين من القصف الحوثي الذي طال قريته الأهل بالسكان تزامنا مع خروج المصلين بعد أداء صلاة المغرب. أنا كنت في البحر بعدين سمعت أنه استهدفوا بيت العاقل بصاروخ. عندما وصلت للمكان يعني جنب البيت حقي حصلت على البيت متضرر وابن أخي جريح والحمد لله باقي الأخوان والأولاد السلامة. الحوادث هم في غيرهم الضرب هم اتجاه مسن الميناء. ما هي إلا أيام قليلة وقبل أن يتعافى منذر من جروحه عاودت الميليشيات الحوثية قصفها للحي السكني مجددا، فأصيب منذر مرة أخرى ونجا من الموت بأعجوبة رغم قربه من مكان سقوط القذيفة بأمتار. مصارخ كنت نقع باقي سهل كان باقي لعب مصارخ أتم ضربة خبيت نقع بان قاطع مسيف أتم دري نزل دم إذا نزول دمي أتو أنا قال الله أمتر يزافوا بي مطابة غاز بعد أقول لنا أتوني الناس ما قل ما قد أشي مشي قل هذا شو مقدمنا أشي ياقي سايدر أبقى مسكين بس ما خلاص اتمدد خجنا ودينا صلاة المغرب الحمد لله وهم خروجنا من باب المسجد وهو راح الدكان راح الدكان ياخذ مقاضي لأخوانه وهذه اللي هو بالسار وخجهتنا من كذا من طرف من جهة المهنة والحوثة كانوا في ذاك وقته في ذاك الوقت الحوثة اللي هو ترينا بالقارة حمولة والغبار ما هدري فين كنا نقول الدكان الأطفال واحد داري منهم فين وقع وانتبهنا الحسين هذاك حسين الكوري ذا اللي نازع عندنا طبعا السابعة طح وانتبهنا ايش جراك على صاروخ المحاط بايش ما وقع من وقع لو سامهم لو سامه تروح على الارض نطرح على الارض قصة ايش فيك قال طورت وخذف الارض بتروح ربطت عليهم كنت ماسك على الشال ما وصلنا هناك والله الحمد لله اتصلوا تقريبا اوكي المهم بقينا حصلنا مستشفى الميداني بالخوخة مستشفى الميداني الخوخة حصلنا جاهز وقالوا هناك واخذوا قاموا اخذوا علاجات ابو لذي والطيب وقاموا اخذوا هنا في النزيل شفطه ابو لذي قالوا خلاص ما فيش الحمد لله لله الله قلنا الحمد لله هذا قدر خلاص. كما هي عادتها عقب كل هزيمة تتلقاها الميليشيات الحوثية تلجأ إلى قصف القرى والأحياء السكنية بعد طردها منها فتدمر البنيان وتقتل وتصيب السكان ولسان حالها يقول أنا ومن بعد الطوفان. من محافظة الحديدة شرف الشمري اليمن اليوم. إلى محافظة صعدة حيث أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية باقم. أفاد مراسلنا أن القوات الحكومية تصدت لمحاولة تسلل قامت بها عناصر الميليشيات الحوثية على مواقع الأولى في مفرق باقم وقرية معيض. أضاف أن طيران التحالف العربي قصف عددا من مواقع الميليشيات في ذات المديرية. كذلك كشف مصدر عسكري أن القوات الحكومية سيطرت على مخزن صواريخ تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية باقم شرقي صعدة.
وقال المصدر إن القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة عثرت على صواريخ موجهة حديثة الصنع في مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانية بأحد كهوف جبال باقم. ووفقا لبيانات تصنيع الصواريخ فإن سنة الإنتاج تعود إلى ديسمبر الماضي، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية لا تزال تستخدم ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة القادمة من إيران. ولمعرفة مستجدات المواجهات في جبهات صعدة ينضم إلينا عبر الهاتف نائب ركن التوجيه المعنوي بصعدة عبد الله الحجوري، مرحبا بك. أهلا وسهلا. ضعنا في صورة ما يجرى في جبهات صعدة وخصوصا باقم ومدى التقدم المحرز حتى الآن. الحمد لله هناك تقدمات كبيرة ومعارك يخوضها أبطال الجيش الوطني في مركز مديرية باقم، حيث حاولت يوم أمس ميليشيات الحوثي التسلل إلى بعض مواقع الجيش الوطني، والحمد لله كانت المعارك قوية وتدخل طيران التحالف العربي لاستهداف التعزيزات التي وصلت ميليشيات الحوثي للمحاولة على استعادة المواقع التي سقطت، حيث تعد هذه المواقع استراتيجية من حيث أنها مطلة على المجمع الحكومي المركزي في باقم والأماكن الحيوية، حيث أنها تتبع خطوط الإمداد المتصلة بالخط الدولي الرابط بين منطقة العنبة الدولي ومركز باقم. ويواصل الجيش الوطني تمشيطه وتقدمه في عدة محاور لمركز مديرية باقم. معنويات القوات الحكومية كيف هي؟ معنويات الأبطال مثل جبال صعدة معنوياتهم مرتفعة وعالية، والأبطال يتوجون إلى تحرير ما تبقى من تراب هذا الوطن، حيث أن الجيش الوطني اليوم يخوض معارك استعادة الجمهورية من ميليشيات الإمامة. إن الجيش الوطني الآن هو ينظر إلى الأسر والمعتقلات التي أصبحت مليئة بالأبرياء والمدنيين التي استخدمهم ميليشيات الحوثي كدروع بشرية، وبإذن الله أن الجيش الوطني قادم ولن يتراجع إلى الوراء إلا تطهير كل شبر من أرض اليمن. نعم، كيف هو الوضع الإنساني في المناطق المحررة؟ المناطق المحررة المواطنين بداية الحياة تدريجيا وعودة بعض النازحين والمشردين لتفقد مزارعهم التي أصبحت سنوات تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، والآن يتم انتزاع الألغام منها وتطبيع الأوضاع. المواطنون يحلمون بالعودة إلى منازلهم وإلى قراءهم بعد أن غادروا تلك المنازل الطويلة. عبد الله الحجوري نائب ركن التوجيه المعنوي في صعدة، شكرا جزيلا لك. وفي مأرب شنت القوات الحكومية هجوما عنيفا على مواقع تمركز الميليشيات الكهنوتية شرقي صرواح غربي المحافظة. من جهة أخرى صرح قائد جبهة صرواح العميد عبد الإله علي أن عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادي حوثي في صرواح سقطوا خلال العملية، وأوضح أن الهجوم الذي نفذته كتيبة النصر التابعة للجيش والمدربة على تنفيذ المهام الهجومية المباغتة كان هدفه تنفيذ المهمة ثم الانسحاب، مؤكدا نجاح المهمة دون وقوع جريح واحد في أوساطها. يأتي الهجوم مع غطاء جوي من طائرات التحالف العربي التي شنت عدة غارات على مواقع وتحركات الميليشيات الحوثية في مناطق مختلفة من صرواح، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد لدى الميليشيات. كذلك تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية ملاحقة الطالبات من كليات جامعة صنعاء بتهمة المشاركة في تظاهرة 6 أكتوبر للتنديد بسياسة التجويع الحوثية. استمرارا لعملية القمع والتنكيل التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية بحق مناوئيها بعد أحداث 6 أكتوبر في جامعة صنعاء، واصلت عناصر الحوثية الإجرامية ملاحقة طالبات كلية الشريعة والقانون بتهمة الخروج في مسيرة سلمية للتعبير عن السخط من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي وصلت إليها البلاد. الميليشيات الإرهابية كانت قد لفقت لبعض المختطفات تهما كيدية لمواصلة الضغط على ذويهن وأخذ رهائن من أسرهن لضمان عدم خروجهن للمشاركة في أي مسيرات أو تظاهرات قادمة، وهو ما يؤكد إصابة الميليشيات الحوثية بحالة من التوحش والسعار بعد أن وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة المطالب الشرعية لليمنيين في المناطق التي استولت عليها بقوة السلاح، مما دفعها إلى اقتحام جامعة صنعاء بمئات المسلحين والهجوم بتلك الوحشية على الطالبات. تشكيل الحوثيين ميليشيات نسائية للقمع وخطف النساء
والطالبات بادرة خطيرة خارجة عن العرف والعادات والقيم المجتمعية المحلية، ومخالفة للقوانين الإنسانية في احتجاز أهل المطالبين بالعيش بكرامة كرهائن وتهديدهم في حالة الخروج مرة أخرى بالتصفية الجسدية، وهو ما يعيد إلى الأذهان النهج الذي تتبعه العناصر الإرهابية في اعتقال الناس وتهديدهم بالتصفية حال المطالبة بالعيش الكريم. أعمال ميليشياوية تقوم بها هذه الجماعة الإرهابية بحق المواطنين المطالبين بحق العيش، بينما تمضي قيادات الإرهاب في بناء مشروعها الإجرامي على حساب وكرامة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعا كنتيجة للحرب العبثية التي أشعلتها الميليشيات. يرى المبعوث الأممي لليمن أن جلوس الأطراف اليمنية على طاولة مشاورات ضروري جدا لحل الأزمة في اليمن عبر طريقة أو طرق سياسية، ويرى أيضا بأن جلوسهم جميعا على طاولة مشاورات ليس ضرورة، تناقضات في المعنى أساسها تطبيق عدد من إجراءات الثقة التي ترى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أنها ضمانا لصدق نوايا قبل الدخول في مفاوضات حقيقية. بعد خيبة الأمل التي منيت بها الأمم المتحدة عموما وجهود المبعوث إلى اليمن خصوصا، جريفيث أطل على قناة العربية في برنامج يؤكد استعداد جميع الأطراف اليمنية لخوض غمار مشاورات. وهنا التساؤل الأكبر، هل ما يزال إحياء العملية السياسية وإنهاء معاناة الشعب حبيس مربع المشاورات، ولم ننتقل إلى دائرة مفاوضات تنشئ خارطة طريق لتطبيق القرار الأممي، مفاوضات تنهي الحرب وتوزع الحصص السياسية في عملية أشبه بالانتقالية يؤمل منها أن تعيد إلى واقع الأرض شكل الدولة وتحمل الأطراف مسؤولية قيادة بلد؟ أنا أميل لأن أصدق من يخبرني بشيء حتى أجدهم ليسوا بصادقين، الثقة هي الأساس، وفي هذه الحالة فإن القيادات المختلفة أكدت لي وأنهم يريدون أن يأتوا إلى المفاوضات لنعطيهم هذه الفرصة. بات التفاؤل بديلا لشعور الأمم المتحدة بالقلق، وهذا ما توصلت إليه تصريحات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد تبديل مبعوث جديد إلى اليمن، غير أن الواقع يقول غير ذلك، فالوفد الحكومي قد جلس منفردا على طاولة مشاورات جنيف مطلع الشهر الماضي، وإلى الآن ما يزال حضور وفد الحوثيين غير مؤكد. اتهم كثيرا بفرط التفاؤل وأنا أقر بذنبي في هذه التهمة، فالتفاؤل الحذر نعم هو ليس نقيض للواقعية. يرى جريفيث أن جلوس الأطراف اليمنية على طاولة حوار ليس مهما، ويرى في أن عمله الميداني المتنقل من عاصمة إلى أخرى قد يطبق ما يسميها إجراءات الثقة المرتكزة على أساسيات ثلاث من شأنها فتح مطار صنعاء ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وإطلاق سراح الأسرى من سجون جميع الأطراف المتنازعة. ليس بالضرورة أن نتواجد في مكان واحد حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق حول هذه النقاط، وبهذا فإنني أرى أننا نحرز تقدما على هذه المحاور عبر التنقل بين الأطراف بما فيها التحالف. آمل أننا سنتمكن في غضون الأسبوع القادم أو نحوه من إعلان الاتفاقات التي ستحدد طرق حل هذه القضايا الثلاث. في هذا السياق ترصد تحركات المبعوث الأممي أنه وصل إلى العاصمة صنعاء للقاء وفد الحوثيين بعد أسبوعين من فشل مشاورات جنيف، وكان من المفترض أن يطرح عليهم ما توصل إليه مع الوفد الحكومي في جنيف من إجراءات بناء الثقة، وتمخض عن هذا اللقاء إذن أممي بجسر جوي لستة شهور. ويرصد من تحركات المبعوث الأممي أنه توجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للقاء المجلس الانتقالي الجنوبي، كما تحرك المبعوث الأممي إلى العاصمة السعودية الرياض لمناقشة عدد من مستجدات المواضيع مع الجانب الحكومي. ما تزال ملامح اجتماعات الساسة على طاولة مشاورات أو الانتقال إلى مربع مفاوضات تنهي الأزمة اليمنية غير واضحة المعالم، وكما يبدو واضحا للعيان بأن التفاؤل أشبه بالحب من طرف واحد. مستمرة النشرة وفيها بعد الفاصل. توقعات بوصول إعصار لبان إلى السواحل الشرقية اليمنية مطلع الأسبوع المقبل، وتأثيراته تبدأ في مسقط.
قالوا خرجوا مرتاح اليوم وباكر لقينا كنا عمالين رشقنا القرية كامل البلد كامل رمكاين رمكاين الأرض ولا خلوا واحد. ولا ما عنده حدا يا عطلة تقاول معهم كاوم وكاوم هو كذاب. حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت بأخذ أقصى الاحتياطات اللازمة من تأثيرات الإعصار المداري لبان الذي من المتوقع يضرب السواحل الشرقية اليمنية مطلع الأسبوع المقبل، فيما تأثيراته تبدأ في مسقط. تشير آخر التحاليل خرائط وصور الأقمار الصناعية إلى تمركز الإعصار المداري لبان على خط عرض 14 درجة شمالا وخط طول 58 درجة شرقا بسرعة تتراوح بين 70 إلى 75 الذي يتوقع أن يصل مياه بلادنا الإقليمية الشرقية وخليج عدن مطلع الأسبوع المقبل. وكانت غرفة الإرصاد حذرت المواطنين في محافظة سقطرى المهرة وحضرموت بأخذ أقصى الاحتياطات اللازمة من تأثيرات الحالة المدارية والمتمثلة بهطول أمطار غزيرة السبت المقبل، وتصل ذروتها الأحد والاثنين خلال الأسبوع المقبل مصحوبة بهبوب الرياح النشطة واضطراب البحر. ودعت الصيادين ومرتدي البحر إلى عدم الإبحار. الهيئة العامة للإرصاد اليمنية والعمانية توقعت أن تتطور الحالة المدارية في بحر العرب لتصل إلى أعصار من الدرجة الأولى خلال الساعات المقبلة. وكانت السلطات المحلية في محافظة سقطرى والمهرة وحضرموت والمناطق المتوقعة أن تضربها العاصفة أنشأت غرفة عمليات لمتابعة آثار العاصفة وأصدرت التوجيهات والتحذيرات للسكان والسفن بالابتعاد عن مواقع الخطر. وفي سلطنة عمان أشار المركز الوطني للإنذار المبكر إلى احتمال تعرض محافظتي ظفار والوسطى لتأثيرات غير مباشرة اعتبارا من الخميس وهطول أمطار متفرقة وارتفاع أمواج البحر. كما أعلن عن تعليق الدراسة في محافظة ظفار مع اقتراب إعصار من المنطقة الواقعة جنوب العاصمة العمانية مسقط. ويأتي إعصار لبان بعد 5 أشهر من إعصار ميكانو الذي ضرب السواحل اليمنية والعمانية وأدى إلى وفاة 11 شخصا. وللحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رضوان سالم أحد المختصين في مركز الأرصاد بسقطرى. مرحبا بك. حياكم الله وسهلا. حياكم الله. إلى أين وصل الإعصار وهل بدأت تأثيراته؟ نفيدكم من خلال ما نلاحظ نحن هنا كرصاد جميل في سقطرى أن الأجواء لا تزال معنا ليست بالتأثير الفعلي الذي يعد للتعهد له كإعصار قريب من سقطرى، لكن نلاحظ من خلال اليوم صباح أنه في اضطراب في البحر معنا. نلاحظ انه ارتفاع الامواج معنا بدات من 1 متر إلى 3 متر في شواطئ ارحبيل سقطرى، والسماء ملببه بغيوم وانما كانت غيوم سمحاقيه عاليه، لان لم تكن لدينا اي غيوم ركانيه مدنيه منخفضه في مستوى القبه السماويه معنا. لكن من خلال النشرات التي نتوقعها من المركز الوطني الى الان لا زالت فيها باللون البرتقالي ولم ترفع اي درجه اخرى، يعني لان لا زلنا نتكلم 11 نشره تقريبا منذ ان علمت العاصفه العصاريه جدا. نعم، بدات تاثيرات هذا الاعصار في عمان وبالتحديد في مسقط، يعني هل هنالك تواصلات بينكم وبين مركز الارصاد هناك في مسقط لتعرفوا ما الذي حصل هناك وما الذي تواصل من خلال المركز؟ نعم، لدينا تواصل من خلال المركز الوطني للارصاد اليمني من خلال صور الاقمار الصناعيه وتحليل الخرائط الصوتيه وخرائط التنبؤات العدديه.
فالمؤشر الى الان على خطوطه يعني لم يكن بالشكل الخطر الى الان، لا زالت الاجواء معنا اجواء طبيعيه، انما نلاحظ فقط تاثير في البحر بالنسبه للامواج البحريه من ارتفاع من متر الى 3 متر، اما من امطار وما يصاحب الاثار الى الان لم تهطل اي امطار تذكر في خطوطه من خلال العاصفة، وإنما نلاحظ ونترقب للتطورات القادمة خلال 24 ساعة، قد يحدث تغيير مسار أو قد يكون ندخل في زمن بدان الأعصار لأطراف الأعصار، وقد نتأثر بأمطار متوسطة إلى معتدلة. نعم، لا قدر الله، يعني إذا حصلت تطورات إلى أين يمكن أن تصل يعني؟ والله ما المتوقع ان يحصل الان توقعات الى الان الى الان توقعات لانه انا قد توصل معنا ما في شيء خطوره تدرج من ضمنها سقوطها الى الان، انما من خلال التحاليل سواء الاقمار الصناعيه اللي وصلت لنا اللي متابعه مسار الاثار من اتجاه شمال شمال غرب، يعني قد يكون باتجاه ظفار صلاله العمانيه الى الان كمركز، أننا المركز إلى الآن لا يزال يبعد من سقطرة بحوالي 490 كيلومتر، يعني ما في أي خطورة على 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 رخبة سقطرة من مركز العقاب نفسه، أننا قد نتأثر بهطول أمطار معتدلة متوسطة، يعني قد تكون ناخذ فيها الحيطة والحذر من حيث الأماكن السيول تتخطى الأماكن الوديان وما شابه، وبالذات أيضا قد يكون معنا تأثير بحري من حيث ارتفاع الأمواج. أستاذ رضوان نعم. أنا آسف يعني الآن المواطن يعني نعم. آسف جدا ولكن نريد أن نفهم المواطن، هل يبقى في منزله خصوصا في المناطق التي سيضربها الإعصار أم يذهب إلى مكان أكثر أمانا، يعني ما الذي يتوجب على المواطن أن يعمله؟ هذا صحيح أستاذي، يعني نحن أقيمت عبر السلطات المحلية هنا فرقة عمليات لإدارة مثل هذه الأمور، يعني قد عملنا توعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي عبر الواتساب عبر الإعلانات المباشرة عبر خطبة المساجد لتوخي الحذر في المناطق اللي تنحدر فيها السيول، تدفق السيول، تحذير الصيادين من عدم ارتياد البحار من يومين إلى لا تزال عملية التأهب قائمة. طيب يلاحظ كثرة الأعاصير التي ضربت المنطقة خلال هذا العام، ما أسباب ذلك؟ الأعاصير التي مضت نعم الأعاصير فعلا التي ضربت المنطقة خلال هذا العام، يعني ما أسباب ذلك وعلى ماذا تؤشر؟ والله الأعاصير طبعا بحد ذاتها مصدر خطورة للبشر للحيوانات للحيوانات، فمصدرها من البحر العربي نتيجة تأثر المسطحات البحرية تعرضها لنسب تدخل عالية جدا مؤثرة بالريح الشمالية، هذه تعود لتحاليل إشراف المادات الجوية عبر مركز الوطني للأشرار، نحن كرصاد جويين هنا على الأرض نصدنا ما هو موجود معنا من قتل حول الأجواء معنا يعني موجودة حاليا على الأرض. رضوان سالم مختص في مركز الأصوات كثير ما قبل يعني حصلتنا صراحة ما قبل ذلك، نعم شكرا لك. كانت التأثيرات طويلة وكان نسبة التحصد لها ضعيف نتيجة عدم إيصال بحكم أنها تعتبرها تعتبر منطقة نائية ولا تزال فيها وسائل التواصل نعم تنقصها أمور كثيرة من حيث توصيل المعلومات من حيث الإيصال إعلانيا الإذاعة ما فيش وسائل التواصل عبر التلفزيونات الشبكات قد تأثرت من إعصارات سابقة بالمنطقة على وليد وما إلى ذلك، لكن الآن نتحمد الله هذا الأمور متحصلة والناس استفادت عن مكان سابق، الأمور إن شاء الله الآن تصير بشكل طبيعي وما في أي طرف. طيب شكرا شكرا أحد المختصين في مركز الإرصاد بسقطرى، شكرا جزيلا لك. اقتصاديون يتهمون الميليشيات الحوثية باستحداث سوق سوداء لإدارة الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى تدهور العملة الوطنية وتراجع النفط إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في الأسواق العالمية، وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي.
جولة اقتصادية جديدة والبداية من الشأن المحلي، حيث اتهم اقتصاديون الميليشيات الحوثية باستحداث سوق سوداء تدير اقتصاد حرب في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد نهبها الأموال الموجودة في البنك المركزي بالعاصمة صنعاء لصالح قراصنة تابعين لها للمضاربة بالعملة الوطنية وسحبها للعملة الصعبة من السوق واستغلالها لتجارة المشتقات النفطية والإيرادات الضريبية والجمركية، فضلا عن قطاع الخدمات في الكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى الإتاوات والجبائات التي تجنيها من التجار، إضافة إلى سيطرتها على كل مصادر الدخل. كما أدى وقف صرف المرتبات الموظفين الحكوميين منذ عامين إلى رفع معاناتهم وأضعف القدرة الشرائية لديهم. ورأى خبراء اقتصاديون أن إيقاف الانهيار واستعادة العملة الوطنية قيمتها ستأتي بالتدريج، غير أن آخرين يرون بأن الريال اليمني ما يزال في غرفة العناية المركزة، وما تم حاليا هو توقف الانهيار المستمر. وقد تراجع الدولار أمام الريال اليمني من 830 ريالا إلى 700 ريال للدولار الواحد. هذا ويتعرض الريال اليمني لحالة عدم استقرار أمام العملة الأجنبية، حيث تراوح بين 717 و725 ريالا خلال عمليتي الشراء والبيع، فيما ظل الريال السعودي مترنحا عند حاجز 190 ريالا. استقر الذهب داخل نطاق ضيق مع تراجع الدولار عن ذروته في 7 أسابيع، لكن الدعم ظل قويا للعملة الأمريكية وسط أداء قوي لاقتصاد الولايات المتحدة وتوقعات بزيادة مضطردة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. واستقر السعر الفوري للذهب عند 1189 دولارا و35 سنتا للأوقية. ورغم الانخفاض الحاصل في أسعار الذهب بالسوق العالمية، إلا أن أسعار الذهب في اليمن ظلت مرتفعة، حيث بلغ سعر العيار 21 جراما 23900 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 20485 ريال. ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 191225 ريال. أوضح محللون اقتصاديون سودانيون أن تحريك سعر صرف الجنيه السوداني سينعكس بالسلب على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأكدوا أن الاقتصاد في السودان يحتاج لإعادة نظر وتنفيذ مشروعات التنمية لمصلحة المواطن، فيما أشاد آخرون بالسياسة الجديدة التي يتبعها البنك المركزي، مشيرين إلى أن وجود 6 بنوك ستتولى شراء النقد الأجنبي من الجمهور ستوفر لها الدولة العملة اللازمة للقيام بهذا الدور، وأن شحنة النقود التي تم طباعتها بالخارج وهي في طريقها إلى السودان ستساعد على وفرة السيولة النقدية. هذا ويعاني السودان أزمة اقتصادية خاصة عقب إقرار موازنة 2018 التي رفعت سعر الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيها سودانيا، وحدد البنك سعر الدولار 47 جنيها ونصف. تراجع النفط إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مواصلا خسائره من الجلسة السابقة وسط اضطرابات في أسواق الأسهم العالمية، ومع تأثر الأسعار أيضا بتقرير يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، وانحسرت المخاوف بشأن المعروض بعد نجاة أصول النفط على ما يبدو من الإعصار مايكل الذي ضرب فلوريدا، حيث انخفضت العقود الأجل لخام برنت دولار و15 سنتا لتصل إلى 81 دولارا و94 سنتا للبرميل، فيما نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس 91 سنتا إلى 72 دولارا و26 سنتا للبرميل. وأخيرا توقعت وزارة التجارة الفيتنامية ارتفاع قيمة صادرات البلاد من الأرز بنهاية العام الجاري لتصل إلى 3 مليارات و30 مليون دولار، مرتفعة بذلك 30% من 2.6 ملايين دولار العام الماضي. وتحاول فيتنام ثالث أكبر مصدر للأرز في العالم بعد الهند وتايلاند رفع صادراتها من الأرز وتنويع الأصناف من أجل تعزيز قيمة الصادرات ورفع مستوى الاقتصاد في البلاد. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. المقاومة المشتركة تسيطر على البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة وتنتظر ساعة الصفر لتطهيرها. الميليشيات تواصل قصف المدنيين وتقتل 3 في التحيتة، وشهيدان بانفجار لغم في يختل بالحديدة.
قوات الحكومية تعثر على مخزن صواريخ في باق بصعدة وتشن هجوما على مواقع الميليشيات في صرواح بمارب. لقاؤنا في 5:30 على خير في أمان الله.